وطموحات هذا الفريق سواء بعد هذه المباراة أو في قادم المباراة في الوقت اللي في محاولة لفريق مولودية العلمة وخروج موفق للحارس الشلالي عادل يقدموا الدعم المرجودي لزملاء في الوقت اللي في محاولة وبعيدة كانت فرصة أمام دوسن الياس ولكن دون تركيز كورته بعيدة تماما قدلهم لدوسن دوسن ناحية معنصر البحث عن التوزيعة والعرضية ناحية رفيقه في القائم الثاني وركنية كانت ممتازة من جمعوني عنتر اللاعب نزواني طلب الكرة وصلت الكرة ثم ضاعت منه الكرة ضاعت منه بعد عودة موفقة ثم الانطلاقة خطأ في المراقبة وبوسدر ممتاز في هذا الخروج متألق بوسدر في هذا الخروج خروج وإبعاد الكرة أمام لاعبين من فريق مولودية العلمة ثم الانطلاقة هل يلحق عليها جمعوني هذه الكرة داخل منطقة العملية جمعوني يرفع كورتو والحارس ممتاز رفع الكرة والحارس الشلالي ممتاز عادل والكرة مرفوعة في القائم الثاني وتدخل الدفاع ولكن زيوش كان قريب من المدافع إعادة الكرة كما جاءت في القائم الثاني داخل منطقة العملية ماذا يقول الحكم يقول ضربة جزاء نسيب يعلن عن ضربة جزاء أو يمنح فريق مولودية العلمة ضربة جزاء سنشاهد في هذه اللقطة الرأسية إلى أين الكرة في وجه اللاعب على ما أعتقد ننتظر الدوسن وشلالي الدوسن وشلالي وشلالي يتفوق شلالي تفوق هل هذه هي تضييع ضربة الجزاء هو من عرج المباراة ننتظر رد فعل فوت كل الفرص السانحة أمام مولودية العلمة الرأسية جانبية شيخي يفتك هذه الكرة شيخي يوزع كرته ناحية رفيقه داخل منطقة العمليات ممتازة ولكن ما ضربش الكرة كما ينبغي اللاعب بن زواني هو الحق على الكرة بعد العرضية والانطلاقة من شيخي الممتاز هذا اللاعب شيخي عبد المؤمن تبقى لفريق النجم التسديدة والحارس ببراعة بوسدر إلى الركنية وبوسدر ببراعة يحول هذه القذيفة إلى ركنية ورفقاء ينتظروا هذه الكرة بزاز ياسين قوية جدا والحارس الشلالي في انتظارها الشلالي والتمركز الجيد والقراءة الجيدة والمتابعة للمخالفة في بقاء النتيجة لحد الآن ثم كرة طويلة رأسية داخل منطقة العملية جانبية هي في الجولة السادسة آخر كرة هل ستأتي بالجديد والحكم يقول والحكم أعلن قبل تسجيل الهدف أعلن قبل رأسية أعلن عن خطأ الحكم أعلن عن خطأ الحكم أعلن عن خطأ والحكم يعلن عن نهاية المقابلة